الرحمن الرحيم. سيادة المقدم الركن ياسر العبود، قائد عملية حصار اللواء 38 في صيدا لليوم السادس على التوالي، والأستاذ القاضي حسين العباس رئيس العدالة الانتقالية في الجبهة الجنوبية. نرجو منكم الآن توضيح لسيادة المقدم توضيح الصورة الميدانية للحصار في اليوم السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، صدق الله العظيم. الحمد لله، اليوم السادس على التوالي نحن كتائب وألوية المنطقة الشرقية بالتعاون مع أخواننا في الجبهة النصرة نقوم بحصار اللواء 138 دفاع جوي المتمركز في منطقة صيدا. اليوم السادس على التوالي بحمد الله استطعنا أن نمنع أي إمداد لهذا اللواء، سواء كان عن طريق البر بالأرتال التي تأتي للتعزيز من مدينة درعا أو من مدينة إزرع التي يتم التعامل معها وتدمير بعض آلياتها واغتنام ما فيها. بالأمس تم تدمير دبابة 72 تجر كاسحة ألغام. أيضا اليوم تم تدمير عربة كيا 4000 تحمل الكثير من عناصر التعزيز والشبيحة. أيضا هناك محاولة للإمداد الجوي تمت بالأمس لإلقاء الخبز والمياه من الطائرات المروحية، ولكن بحمد الله لم ينجح النظام بإيصال أي مؤونة لهذا النظام. ونتعهد بإذن الله أننا سنقطع عنهم كل شيء سواء كان عبر البر أو عبر الجو. هذا اللواء 138 الذي نقوم بحصاره منذ 6 أيام، وقمنا بكافة الإجراءات الهندسية التي تؤمن إحكام الضوء على كل معابر هذا اللواء بالتأكيد، ونقوم تعاون بضرب هذا اللواء برشات 23 مدافع الهاون ومدافع 82. الحمد لله هناك إصابات مباشرة. اليوم بحمد الله تم ضرب محطة المحروقات التابعة للواء. هذا اللواء قطعت عنه كافة الامدادات ضمن الاتصالات والكهرباء، قمنا بقطع الاتصالات والكهرباء. نحن على اتصال مع مجموعة كبيرة من العناصر والضباط الموجودين في الداخل، هم في حالة نفسية مزرية جدا، يحاولون الهرب ليل نهار. تأكدوا أن هذا اللواء بإذن الله هو بحكم الساقط، المسألة مسألة أيام محدودة جدا جدا، وسيكون إن شاء الله غنيمة بما فيه لعناصر الجيش الحر. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيادة المقدم. سيادة القاضي، أنتم العدالة الانتقالية جهة مدنية، ماذا تعملون على الجبهة؟ احنا بسم الله الرحمن الرحيم جينا بجولة تفقدية مع أخونا أبو عمار على القطعات القتالية للجيش الحر للتنبيه بالنسبة للتعامل بالنسبة لأسراء الحرب. احنا من عمل الرئاسة بالنسبة لنا يتعامل النظام مع أسرانا. عسكري باللواء انه نتحرى انه ما يقتلوه، احنا اسيرهم يعالج ويسلم للمحكمة ويلقى حكم عادل ان شاء الله، ولا نظلم اي انسان ان شاء الله.